السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه بسعدنا نلتقي بكم النهاردة في مستشارك الطبي هنتكلم إن شاء الله رب العالمين عن إن الجو اللي بدأ يدخل علينا ويغير هنتكلم عن أمراض فصل الشتاء طبعا كله يقول فصل الشتاء فين وإحنا فين لا إحنا شوف شايفين التغيير اللي بدأ في الجو فإحنا بنتكلم النهاردة عشان نبدأ ننبه نبدا ناخد الحذر نبدا بالوقايه اللي هي بتبقى خير من العلاج لان دايما دلوقتي الحالات اللي بدات تجي لنا وبتيجي بحاجات اللي بنشوفها في عز الشتاء دلاله ان في اهمال وفي عدم ادراك بالجو اللي حوالينا شايفين الجو بدا يغير بالنهار بنحس فعلا في سخونه في الجو لسه موجوده الى حد ما ولكن بمجرد ما الليل يبدا يدخل والفجر يبدا يدخل بنحس ببروده بدات مستواها يعلى بدانا نشوفها ونستشعرها تماما اللي بيحصل والاهمال اللي بيحصل الناس تبدا ما تنتبهش معدلات المراوح اللي بتشتغل اما تكون لسه بنفس المعدلات العاليه بتاعتها التكييف بالمعدلات ودرجات الحراره المنخفضه اللي لسه بنشغل عليها هي دي الخطوره كذلك في اللبس بالنسبه لاطفالنا الصغيرين والناس الكبار هنبدا ننتبه ان الفترة بتاعت النهار لسه معقول الجو معقول بفضل الله وبقى يأخذ إلى الاعتدال أكتر ما كان فيه كنا نشوف كنا بنشوف الدرجات العالية قوي قوي في فصل الصيف ولكن بقت أحسن ولكن أول ما الجو بيبدأ ويبدأ النهار ينتهي نبدأ بنشوف إن الجو بدأ يتبدل وبدأنا نحس ببرودة وعلى آخر الليل بنلاقي البرودة بقت واضحة جدا بالنسبة للأطفال نبدأ بنظام اللبس زي ما كنا في الصيف بنقول التخفيف هيبقى بالتدريج برضه هنا هنبدا نشوف ان هنبدا نتقل في اللبس ومع الاطفال بالتدريج كذلك الغطاء الناس اللي كانتش بتتغطى خالص ما اي نوع من انواع الغطاء هنبدا نحس ان الامر بقى مهم بالنسبه للاطفال اللي احنا بنغطيهم بايدينا الكلام ده مهم جدا ان يديجي فتره الليل ما نسيبش الطفل مكشوف ابدا ما يبقاش مروحة عليه عالية أو مباشرة خالص أو ما فيش داعي لها خالص اللي بيستعمل التكييفات <applause> عفوا ده طبعا الدرجات اللي كنا بنشوفها المنخفضة اللي كان بيبقى عليها التكييف كل ده بنبدا نخفضها لدرجه ان خلاص ممكن نستغنى عنه تمام ممكن اي طيار هواء بسيط <applause> من اي شباك في الاوضه ممكن يكفينا تماما ان نبدا يبقى ده استعدادنا اللي هنبدا نشوفه لفصل الشتاء لان مش عايزين نبدا المشاكل والامراض نحس بيها من بدري قوي والايام دي الناس تيجي واللي أي واحد بيجي عنده اي نزلات برد شديده جدا بدا يكح بدا يجيله التهاب في الجزء العلوي او بدا ينزل ويزيد وينزل للجزء السفلي في الجهاز التنفسي اي واحد بيجي دايما يتكلم على ان حصلت اي درجه من درجات الاهمال وهو بيتكلم يقول لك اه والله انا نمت تحت مروحة عالية جدا التكييف كان سائع وجامد جدا انا جيت بالليل ونسى وكان كان مكشوف او الطفل كان مكشوف فيجي لنا الطفل دايما بدأنا نشوف بدأت الحالات تيجي لنا بامراض الشتاء ونقول الكلام ده لسه بدري وعايزين ننتبه وكل عدم انتباهنا ده بيجي من ايه من اهمال واننا ما بداناش ما ناخد التدابير اللي بالتدريج البطيء واللي مش عايزه مشكله ابدا ولكن ننتبه للجو اللي حوالينا في نظامنا في تهويتنا في لبسنا في درجه التبريد اللي حوالينا ودرجات الهواء اللي بنستعملها في المرابح وما الى ذلك عشان ما نبقاش ندخل ونبص نلاقي الحالات بدات تيجي وبدري قوي قوي عن الوقت اللي احنا حتى الشتاء اللي بيحسبوه فلكيا لسه ما دخلناش فيه عايزين نبدأ نتكلم وننتبه لأمراض فصل الشتاء وبنقول دايماً إن أكتر حاجة كل فصل بيتميز بمجموعة من الأمراض كنا لسه نتكلم في الصيف بنقول إن الجهاز الهضمي أكتر الأجهزة تأثراً في الصيف عشان كده كنا بنشوف النزلات المعوية والتهابات المعدية وبنشوف دايماً كل الحميات المعوية هي اللي بتاخد الجزء العلوي وهي بتاخد الابر هاند في كل كلامنا وفي الحالات اللي بتورد علينا في المستشفيات وفي العيادات ان هي دي اكتر حاجه بنشوفها. بنيجي برضه في فصل الشتاء برضه في جهاز اللي بيتاثر جامد جدا بالتغيير في الجو وبالنشاط اللي بنشوفه حوالينا. الفيروس اللي بتبدا تنشط واعدادها غير طبيعي كتير جدا. تغيير الجو اللي احنا بنشوفه حوالينا. الإنسان يبدأ يبقى الجو بدأ يبرد ويطلع من البارد للسخن فجأة كل ده يبدأ يأثر، فعندنا الجهاز التنفسي هو الجهاز الأكثر تأثرا في فصل الشتاء ونلاقي أكثر الحالات ومعظم الحالات كلها التهاب في الجهاز التنفسي سواء الجزء العلوي منه أو الجزء السفلي. دايما بيجي ونشوف، فعندنا الجهاز التنفسي دايما بنقسمه جزء علوي من الأنف لغاية الحنجرة. الجزء السفلي بتبقى محنجرة بيفوت على الشعب الهو... القصبة الهوائية وبعدين بننزل على رئتين معظم الحاجات اللي بنشوفها من فضل الله عز وجل واللي دايما بنقولها وبنشوفها في, في فصل الشتاء وبتبقى الحالات فيها كتير جدا التهابات الجزء العلوي هي دي اللي بتتعرض على طول قدامنا طبعا لما الامر بيسوء في الجزء العلوي ممكن يمتد ويوصل لغايه الجزء السفلي وكلها بتبقى حالات شديده وساعات بتوصل لحالات خطيره جدا لو وصلت لالتهابات رئويه اللي هي بتبقى خطر جدا وخطر على اطفالنا الصغار بالذات الى حد كبير جدا جدا لدرجه ان اكثر معدل وفيات في السنه الاولى والثانيه من الاطفال على الاطلاق على مستوى العالم نتيجه الالتهابات الرئويه إحنا دايما بنبدا ناخد استهدادنا ناخد حرصنا وبنبدا ناخد الامور علشان الجزء العلوي لما بنهمل فيه يبقى هيمتد الالتهاب للجزء السفلي يبدا يعمل لنا نزلات الشعوبيه وكل اللي بنشوفها لغايه الالتهابات الرئويه بنشوف إن الجزء العلوي من الجهاز التنفسي هو ده اللي إحنا بنبدأ و الأيام دي الناس كلها اللي بتجيلنا بتبقى نتيجة التهاب في الجزء العلوي لأنه بدأ ما بدأش ياخد باله ما بدأش يحتاج ما بدأش يغير لبسه ويهدي الجو حواليه فبدات الناس تجي لنا الايام دي بحالات وبدات تيجي بعض الاطفال اللي برضه ابنهم الفتات فيتها في, في الفتره بتاعت بالليل او نبدا لسه بنعرضها لطيارات هواء عاليه او مراوح عاليه او تكييفات لسه مستوى التبريد فيها عالي بداوا يجوا لنا بالتهابات في الجزء العلوي، نقول الجزء العلوي بيبدا بالانف لغايه الحنجره، اكثر حاجه طبعا اللي بنشوفها وعايزين ننتبه اليها في فصل الصيف في فصل الشتاء اللي احنا بنشوفها اللي هي الانفلونزا الموسميه اللي هي نزلات البرد نزلات البرد دي طبعا هي اكثر الامراض شيوعا بين الناس كلها كل الناس شافتها واصيبت بيها وفي واحد بيجي له مثلا مره اثنين في الشتاء واحد يجي له اكتر كل واحد حسب نظامه وحسب مناعته وحسب تعرضه في والجو المحيط دايما نزلات البرد بنقول ان معظمها بتبقى فيروس نتيجه فيروس انفكشن عدد الفيروسات كبيرة جداً والدورة بتاعت الفيروس بتبدأ من ساعات لعدة أيام ممكن توصل لغاية أسبوع. الفيروس لما بيدخل لازم ياخد الدورة بتاعته، بقى عز بس احنا عايزينه يبدأ لما يد يدخل وياخد الدورة ياخدها بسلام ويخرج بسلام من غير ما يعمل لنا مشاكل. كل فيروس حسب قوته وحسب شدته وحسب خطورته وحسب كثافته في الإصابة للإيه؟ للإنسان اللي هيتعرض إليه. معظم الالتهابات اللي بتيجي في الجزء العلوي بنقول انها بتبقى فيروسيه معظمها وطبعا بتبدا دايما لما بنقول تاخد الجزء العلوي هتلاقي العطس والزكام احتقان الاغشيه المخاطيه اللي ممكن تبدا تدخل لنا وتعمل لنا التهابات في الجيوب الانفيه التهاب الحلق اللي ممكن يمتد لو فيه اي للوزتين ده بيبقى كده خدنا الجزء العلوي من الجهاز التنفسي ممكن يتاثر باي نزله برد طبعا كلنا عارفين اعراض نزلات البرد بنشوفها بنشوف الافرازات الزايده من الانف او الانسداد اللي موجود في الاغشيه المخطية بيخلي التنفس صعب عن طريق الانف يبدا المريض يتنفس عن طريق الفم يحصل جفاف في الحلق الجفاف في الحلق ده مع اي بيبدا يعمل لنا درجه من الالتهاب اللي ممكن ترفع لنا السخونيه بتاعه المريض وممكن ساعات تبقى شديده جدا وسريعه جدا تلاقي الطفل جاي الام جايه تقول لك الطفل نايم طبيعي خالص وصبحت فوجئت ان الولد حرارته 39 و40 مع انه كان نايم طب اول حاجه بنسال الولد نفسه كان عامل ايه؟ لا يقول لك نفسه عالي قوي وكان فاتح بقه وبياخد نفسه من ال من الفم طبعا ده ده مجرى غير طبيعي ان النفس يدخل عن طريق الفم الانف لما بيدخل الهواء اللي بيدخل بينقى بيدفى بالشعيرات الدمويه في شعيرات بتحجز كل حاجه هو ده المنفذ الطبيعي والمجرى الطبيعي للهواء اللي بنستنشقه بحيث ان بيدخل على رئتين امن طب اما نبدا ناخده عن طريق الفم ما فيش حاجه بياخده بكل ما فيه لو في اتربه في جراثيم كل ده بيدخل الجهاز التنفسي بما فيه غير كده بقى بيدخل حسب الجو اللي احنا بنتعرض اليه والهواء اللي احنا بنستنشقه عن طريق الفم ممكن يبدا يعمل لنا التهابات يعمل لنا مكروب ممكن ينشط اي بكتيريا غير الفيروس كمان في منطقه الحلق ويعمل لنا جفاف في الحلق ويعمل لنا التهاب ممكن يرفع سخونيه جامد قوي فاول حاجه بنسالها الام تلاقي الطفل مثلا بياخد نفسه نفسه عالي جدا مناخيره مكتومه بياخد نفسه عن طريق الفم الولد بيصبح حصل التهاب ودايما الحلق لما بيحتقن بيرفع درجه الحراره بسرعه جدا ولدرجات عاليه جدا فعشان كده ما بنطمنها وبتفاجئ فعلا بفضل الاول ما نبدا ندي له علاجات بسيطه وننزلها اللي ان شاء الله تنزل بسرعه وممكن تنزل ما تطلعش تاني مع كل العلاجات البسيطه مع كل التدابير اللي هنبدا نعملها ونساعده انه يبدا ياخد نفسه عن طريق الانف. التهابات الجزء العلوي اللي بنشوفها في نزلات البرد بتاخد اكتر حاجه بتاخدها تحسها في الاغشيه المخاطيه بتاعة الانف. ونشوف الافرازات اللي نازله ساعات بكثافه جدا او نلاقي العكس نلاقي جفاف شديد وتضخم شديد في الاغشيه المخاطيه اللي يبدا يعمل صعوبه جدا في التنفس طبعا هيبدا يمتد ممكن نلاقي افرازات خلف انفيه بدات تنزل بدا يحصل التهاب في الحل بدا يحصل فيه عطس بدا يحصل فيه زكام ممكن يبدا عندنا كحه الكحه طبعا حسب نوعها ممكن تبقى كحه جافه او كحه برودكتيف يعني فيها نتيجة زيادة الإفرازات هتلاقيها كحة معاها إفرازات كل دي الأعراض العادية اللي بنشوفها ونلاقي صعوبة في البلع ونلاقي ألم في الحلق طبعا كل واحد له نظام مع نزلات البرد في ناس بتبدأ على طول لها تدابير ولها نظام وبفضل الله تعدي الدورة بتاعت الفيروس على خير يبدأ فعلا يتدفى يبدأ ياخد حاجات دافية يبدأ ياخد حاجات فيها فيتامين سي وما إلى ذلك ويبدأ يستعمل مثلا حاجة تبقى قابضة في الأنف زي نقط الأنف أو ما إلى ذلك ودايماً نستعملها بحذر مع الأطفال دايماً وبنستعمل دايماً بنستعمل محلول ملح مع الأطفال في السنة الأولى من عمر الطفل محلول ملح ده بيبقى سيف وبيساعدنا إن الطفل يبدأ يستنشق وياخد نفسه عن طريق الأنف وبتبقى حتى بنستعملها بصورة بكثافه اكثر ما نستعمل نقط الانف القابضه الثانيه. ما بنبدا نستعمل نقط في عندي حتى الكبير ما بنسرفش فيها جدا. ونبدأ نستعمل بالتبادل يعني نحط في ناحيه ونستنى ساعه او اثنين ونحط في الثانيه. لو حطينا في ناحيه وبدا النفس كويس ما نستعملش الناحيه الثانيه خالص. في ناس تستعملها بزياده لدرجه انها تبدا تعمل مشكله كبيره جدا في الاغشيه المخاطيه. ممكن يحصل مشكله لدرجه ان الانسان ممكن يفقد حاسه الشم من كتر استعمال نقط الانف اللي عمال يستعملها ليل ونهار وعلى الفاضي والمليان وبكثافه عاليه جدا ده طبعا من الحاجات الخطر جدا واحنا بننبه فيها مع الاطفال نستعمل محلول ملح في السنه الاولى دايما بعد كده ما بنستعمل نستعمل التركيزات القليله جدا وبمنتهى الحكمه مع الاطفال نستعمل نقطه واحده في ناحيه واحده الطفل بدا نفسه كويس ما نستعمل حطش في الثانيه خالص ما كانش بنحط بعد كده بساعه او بساعتين لان النقط دي لها رد فعل عكسي زي ما بتعمل انقباض بعد كده هيحصل انبساط فزي ما بنحس ان في النفس بدا يمشي ممكن يحصل رد فعل عكسي ويبدا يحصل تضخم في الاغشيه المخاطيه تاني كرد فعل عكسي للنقط الانف اللي احنا بنستعملها بعد كده دايما بندي الحاجات اللي بتقوي الاغشيه المخاطيه كل فيتامين سي بنبدا ناخده في الحاجات الطبيعيه كلها كل اللي عارفين نعم اننا بنبدا ناخد ليمون كل الحاجات برضو الفلفل وما الى ذلك فيها فيتامين سي بدرجات عاليه فلفل اخضر في حاجات كتير بنبدا ناخدها في الشريبه كتير جدا فيها فيه فيتامين سي بنبدأ حاجات بنبدا ناخد حاجات دافيه عشان الاغشيه المخاطيه اللي بدأت تحتقن تبدأ بفضل الله الدوره الدمويه تنشط فيها وتبدأ ده من الحاجات اللي بيخليها تتعافى بسرعه بفضل الله. طبعا لو بدأ الزكام والكلام ده ساعات بنستعمل بقى حاجات اللي هي الانتيستامينيك الحاجات اللي, اللي هي ضد الحساسيه اللي بتبدأ تساعدنا انها تقلل عامل الحساسيه اللي حصل. في ادويه بنديها للاطفال بتنفع للاطفال من الاعمار الصغيره وفيها ناس بنديها من عمر ست شهور من عمر سنه وبنبدا بندي الجرعه المناسبه لوزن الطفل ما نزودش عنها مطلقا تبقى متناسبه مع الحاله ومع وزن الطفل وبنديها دايما بدون افراط طبعا كل ما يكون تشخيصنا للحاله انها التهاب فيروسي يبقى ما فيش دور هنا مطلقا للمضادات الحيويه يعني الناس على طول حكايه مضاد من نفسه يبدا اول حاجه ياخد مضاد حيوي كل المضاد الحيوي ده يبقى له تاثير سلبي على الجسم وعلى المناعه وملوش اي دور في علاج حاله اساسها انه التهاب فيروسي في اعراض بنشوفها دايما وبنبدا نحددها ان ده فيروس طيب لو لقينا بعض الاعراض بدات تظهر بدات تحصل افرازات تلون من الانف يبقى دليل ان في نوع من البكتيريا بدا ينشط يقول لك الافرازات لونها اخضر الافرازات بدات تعمل لون لا نقول في نشاط من البكتيريا بدا يظهر طيب ناخد الاتصال ده ونكمل مع حضرتك الو السلام عليكم اتفضل يا فندم سنه الله وبركاته إيه كنت عاوز اسال حضرتك سؤال اتفضل يا فندم دلوقتي ابني عنده ست سنين تقريبا اي فندم تمام فهو بيتدرب على طول كونه فو واللي هي الرياضيات القتاليه دي ايوه فن؟ وخاصه فصل الشتاء بيخرج من التمرين على الهوا على طول فبيتعب على طول اي فندم تمام يعني دايما بيجي له نزل... نزلات برد وكان يعني ايه هو ال... الحل معاه طبعا يا فندم اولا كو... عمليه احنا بنشجع الناس جدا ويعني تشكر ان الاطفال و... ونبدا ناخدهم للرياضه ده بيفرق جامد قوي قوي في كل تغيير جسمهم في تركيبة جسمهم في معدل سبحان الله حتى في نشاط كل الأجهزة زي القلب والتنفس بيبقى بفضل الله حاجة عالية قوي ولكن دايما بنشوفها فعلا ودايما تيجي الناس اللي بتتدرب سباحة والناس اللي بتتدرب زي ما بتقول وطبعا دي ما فيش لازم يكون في حكمة هناك دايما حتى الناس اللي هي بتدرب والناس المساعدين والناس المشرفين لازم يكون لهم لان بيجي ناس كتير قوي عندهم نفس المشاكل ديت ومتكرره لان نفس الوضع بيدخل بيلعب بيعرق جامد جدا وعلى طول متعودين يقلع بسرعه جدا في جو غير طبيعي ويبدا نزله البرد يبقى الطفل الطفل برضه بيستحمى في حمام دافي ويطلع بسرعه جدا يلاقي الجو بارد جدا في الشتاء ويبدأ يجوا فطبعا دي اللي تعمله انك تبدأ لازم تنبه ان ما كانش فيه تنبيه على الناس المشرفة هناك لازم ينتبههم ان دايما الطفل دايما او الانسان اللي هو بيمارس الرياضة ديت اللي عاملة حمو جامد جدا في جسمه بدأ يعرق جامد قوي انه لازم يدخل في مكان يبقى مكان مغلق ويبدا يبدا يغير هدومه بالتدريج في مكان مش في طيار الهواء ومجرد ما يخلص يلاقي الاطفال قلعوا وبقوا خلاص قلعوا كل هدومهم في الحال وده فعلا اللي احنا بنقول عليه فانت حضرتك بتبدا انت تنصحه ولازم هناك يبقى في تنبيه على الناس اللي هناك انهم لازم يبقى عندهم ده, دي درايه بسيطه جدا ازاي يبدا يقول لهم محدش على طول اما ندخل الاوض بتاعتنا بتاعت تغيير الملابس هيبقى الجو فيها غير طيارات الهواء اللي احنا بنشوفها طبعا مهمه قوي لان فعلا احنا بنشوف المشكله دي ويجيلنا حالات كتير ودايما الشكوى كده بيطلع من الحمام على طول يعمل بعد ما يخلص تمارين يبدا يقلع هدومه بسرعه جدا فانت هتنبهه ان شاء الله يا فندم وهتبدا تنصحه يعمل ايه وهناك برضه لازم تعود للمشرفين والناس اللي قايمين على الرياضه انهم لازم يبقوا بيحكموا الموقف مع الاطفال في 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 التدابير ديت والا هيدخل في نزلات برد ما بتنتهيش حتى بتعوقهم عن التمارين وبتعمل لهم مشاكل. نرجع لموضوعنا اللي بنتكلم فيه بنقول ان دلوقتي قلنا ان نزله البرد او الانفلونزا الموسميه اللي احنا شايفينها ديت عندنا بنبدا نتدفى بنبدا ناخد سوائل ناخد حاجات فيها فيتامين سي لما بنبدا نعوز بعض الادويه العاديه زي ضد حاجات ضد الالتهاب لما يكون في الام في الحلق وما الى ذلك حاجات بايوتيك حاجات اللي بتنزل السخونيه لو بدات درجه الحراره تعلى وبنبدا الحاجات دي وبناخد وبناخد بالنا ان ال الفيروس يبقى ما فيش اي دور للمضاد الحيوي اللي الناس كلها تنزل وتشتريه من غير استشارة طبيب وبيبقى له تأثير سلبي على الكبير وعلى الصغير وبنلاقي دايما الفيروس بياخد الدواء بتاعته وبيعدي على سلام بفضل الله بدل بدانا ندفي نفسنا وناخد الحاجات ديت ونسلك الانف كويس وناخد النفس عن طريق الانف وننزل الحراره اللي شويه ونقلل الالتهاب حاجات ضد الالتهاب ما بنعودش اكتر من كده في بعض ادويه البرد برضه الناس بتسرف فيها جدا الواحد جاي والاقي بياخد مش نوع واحد والناس حافظه الاسامي كلها وبياخد نوع واثنين وثلاثة ساعات بيبقى لها آثار جانبية تلاقيه مش عارف يقوم ولا ينام ودماغه تقلت وبقى ينام على طول مش قادر يروح شغله طفل نزود عليه ألاقي الناس بتاخد وجرعات عالية جدا ولاقي بياخد نوع واثنين وده ده زي ده زي ده الثلاثة دول بتوع برد حافظ أساميهم وكل ما يكون الدور شديد يزود جاب نوع واثنين وثلاثة لا احنا بنقول له ان الفيروس هياخد الدورة بتاعته والايام بتاعته سواء ده هيجي هيقعد ساعات هيقعد ايام هيقعد يومين ثلاثة المتوسط العادي من ثلاثة لست ايام مش هيزيد عن كده ابدا بس بفضل الله اما بنكون محتاجين جدا مش عايزين الالتهاب يزيد التهاب اللي في الجزء العلوي بدا ينزل لنا على الجزء السفلي هو ده اكبر مشكله بنشوفها طبعا من مشاكل اللي بتحصل مع الباد عند الاطفال ان يبدا التهابات الجيوب الانفيه يبدا يعمل لنا التهابات في الاذن الوسطى عند الاطفال. نسبه عاليه جدا من الاطفال من الحاجات اللي بتسببها ان يبدا التهاب في الجزء العلوي في الاغشيه المخاطيه في انبوبه اسمها خانستاكيوس دي فتحه على الانف ودي بتهوي الجزء الداخلي اللي ورا طبله الاذن. الهواء في هواء جاي من بره من الشارع من بره على الاذن الخارجيه وفي هوا جاي من قناه ستاكيوس رفيعه جدا من عن طريق الانف، طيب لما يحصل مشكله بقى في الانف ويحصل نزله طب ناخد الاتصال ونكمل مع حضرتك. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أه يا دكتور. الله يسلمك ويبارك فيك، تفضل يا فندم. حضرتك اشرف مني يا دكتور. نعم يا فندم. اشرف من المنيا اهلا اهلا يا مرحبا يا استاذ اشرف تفضل عادةً انا عندي الجيوب الانفيه يا فندم تعبانه خالص في الشتاء وفي الصيف ما بقدرش اتنفس منها وانا حاليا دلوقتي كانت عمليه للجيوب الانفيه منزله الصديد وبرغم كده على اللوز وانا عندي التهاب في اللوز دلوقتي وكشفت عند جميع الدكاتره ومفيش اي فايده واللوز تعبان جدا والحنجره وعندي مشكله جامده طب حضرتك اللوز عندك بيجيلك من زمان انت سنك كام سنه حضرتك؟ انا سني 20 سنه واللوز بتجي من زمان وشهر وشهر جاتني من الشركات دي كذا مره كده ورا بعض طب بتيجي في خلال السنه كلها كام مره حضرتك يا استاذ اشرف؟ اللوز بتجي لك قد ايه في السنه حوالي الواحده؟ حوالي يمكن 10 مرات يا طب وطول المده دي مفيش حد قال لك ان اللوز دي لازم تستأصل؟ ده المعدل ده يعني ما تخيلش انت المفروض مثلا تكون عايز تشيل لوز من سنين طويله فاتت مع المعدل ده احنا عندنا حضرتك لما بيزيد من خمس لست مرات في سنه واحده اللوز اللي بيقول عليه الاستاذ اشرف على طول بنقول اللوز دي بقت لوز مش كويسه خالص بقت مزمنه بقت حمل على الجسم وبقت بقره صدديه نشطه في الجسم لازم نشيلها ده احنا بنيجي على الاطفال وبنعمل معدل بنقول الطفل اللي بيجي له اللوز ثلاث مرات لمدة ثلاث سنين يعني ثلاث مرات في السنة لازم نشيلها طب جات له أربع مرات في سنتين طب إن جات في سنة واحدة من خمس لست مرات دي لازم تتشال هو بيقول بيجي لي عشر مرات يعني سبحان الله لوز وصلت لحالة سيئة جدا بقت حمل على الجسم بقت بقرة نشطة في الجسم هتبدأ تعمل مضاعفات في غاية السوء طبعا لوز دي حتى ومحدش بقى يخوف يقول لك لا انت سنك كبير ما تشيلهاش لا المعدل ده معدل سيء جدا وهيبقى له مخاطر كبيره جدا عليك وعلى وهيضعف كل المناعه عندك، وكل مره بتلتهب اللوز وتطلع وتاخد مضاد حيوي ده شيء في غايه السوء، نحن بنشيل اللوز من عشان نقلل معدلات المضادات الحيويه <applause> اللي بنديها للاطفال عشان الطفل ما يبقاش بياخد مضاد ثلاث <applause> <applause> مرتين وثلاثه في السنه في السنه كلها. ده بقى اللي يقول لك بيجي لي 10 مرات طبعا الجيوب الانفيه اللي بيحكي عنها مهمه قوي قوي ان هو يبدا يشوف هل التهابات الجيوب الانفيه اللي عنده بدات تدخل للجيوب الداخليه وبدات تقفل الجيب الداخلي فمش ما يقعدش لازم يعمل فحوصات يعمل اشعه مقطعيه على الجيوب الانفيه يبدا يشوف الجيوب الانفيه مش مجرد الاغشيه المخاطيه الخارجيه لا في جيب انفي خلفي ده عايزين نبدا نشوفه بدا يلتهب بدا يحصل فيه نشاط بدا يحصل لحميات اسمها لحميه حساسيه بتبقى موجوده وبتبقى في غايه اعراضها شديده جدا ودايما لان في ممكن لو في مشاكل ده بيبداوا يدخلهم في الجيوب ديت وينظفوها ويدخلوا بالمناظير ويعملوا لها استئصال للجيب او ان كان في لحميه او في نشاط بحيث ان الجيب اللي هو المفروض مليان هواء بدا يحص يطلع فيه جسم أسفنج كده من الخلايا ويبدا يملك جبدة طبعا ده بيبقى له تاثير بيعمل صداع شديد جدا وتقل وتقلي جامد قوي قوي حوالين العين وتحت العين ولكن انا شايف عند الاستاذ اشرف اللوز اللي بيتكلم عنها دي دي لوز عايزه تستاصل في اقرب وقت ممكن بنرجع بنقول لحضراتكم ان بنتكلم ان من المشاكل اللي بتعملها التهابات الاغشيه المخاطيه عند الاطفال اللي بيبقى نسبه بتوصل لغايه 30% من الاطفال بتوصل اكتر من كده التهابات في الاذن الوسطى وبنقول ان لما بيحصل التهاب في في الاغشيه المخاطيه وتبدا يحصل تضخم في الاغشيه ويبدا اول حاجه بتعمل الالتهاب والتمدد ده يقفل لنا قناه استاكيوس القناه دي طب ناخد الاتصال ونكمل مع حضراتكم اتفضلي يا السلام عليكم الله يبارك يا فندم اتفضل يا عندي ودني فيها خرم وبعدين رحت للدكتور عامله لي وش جامد قوي والسمع قل خالص ورحت للدكتور قال لي عايز عمليه ترقيع طب حضرتك المشكله بتاعتها يا سعيد من زمان قوي ولا قريب؟ هي فعلا من زمان قوي وبعدين زادت اليمين دول فيها وش جامد طب انت لد... ورحت انت عندك كام سنه؟ عايز زي. عمليه ترقيع وانت عندك كام سنه حضرتك؟ عندي 63 اه سنه طب حضرتك الودن كل كل شويه كان بيحصل فيها مشكله وتبدا تجيب ميه وصديد وحاجات من ده مظبوط مظبوط طب بس انت بس انت طولت قوي قوي عليها وسبتها فترات طويله جدا يعني دلوقتي بفضل الله دي فعلا وكان المفروض من زمان جدا اول ما بيحصل فيها مشكله نبدا ندي علاج لنشفها كويس جدا وبعدين لما تكون في في حاله هيلسي يعني حاجه حاله احسن ما يكون ان واضح ان الخرم اللي موجود بقى خرم مزمن <applause> ومش هيقفل لوحده، يعني ما بتحصل مشاكل في لما نتكلم زي ما احنا بنتكلم عن الاطفال ويحصل خرم في الاذن بندي علاج وبيقفل بفضل الله عز وجل وبيرجع لطبيعته، الخرم اللي حضرتك بتتكلم عليه اللي موجود في الاذن طبعا ده بقى مزمن هيبدا ياثر على كل الاذن الوسطى والاذن الداخليه ويعمل لك فعلا الوش اللي انت بتقوله ويعمل مشاكل تانية جامد قوي فعايزك الله يكرمك كان مفروض ومن زمان جدا انك حضرتك بندي مثلا كورس علاج وبيبداوا يهيئوا الود ويتعمل لهم دايما وعملية ترقيع بفضل لما بتتعمل في ظروف كويسة جدا بيبقى فيها نتيجة كويسة فانت اتأخرت بس حاول ان شاء الله برضه ترجع لدكتور وتحاول تعملها عشان تقلل الاعراض اللي ممكن تزيد والمشاكل اللي ممكن تحصل وهتبقى تعمل هتبدا مش تعمل مشاكل جامده جدا في عدم الاتزان وكذلك في السمع لان دي الوقت الاذن الوسطى والداخليه هتبدا تتاثر جامد قوي ان شاء الله يا سعيد ربنا يعافيك يا, يا رب ويشفيك ولكن تروح وتتابع واعمل العمليه بفضل الله وان شاء الله ربنا يعافيك وتطلع وتنجح وتبقى بخير طب ناخد الاتصال ده و يا فندم. الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم انا ابني يا دكتور عنده ثلاث سنين اي فندم ولقيت عينيه صفرا كده و... وبرجع وهو نايم المهم رحت حللت له لقيت عنده فيروس 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 ايه؟ طب الصلت اتقطع هو طبعا بيتكلم على التهاب الكبدي الوبائي الف اللي طبعا بنشوفه عند الاطفال بالذات كتير وطبعا انا بطمنه ان شاء الله رب العالمين ان ده فيروس ما بيسيبش اي اثر في الكبد ولكن مهم جدا اننا ناخد له بعض التدابير في نظام الاكل في نظام الراحه بعض العلاجات البسيطة جدا وممكن حتى لو ما علاج وفضل على نظام راحة ونظام أكل الفيروس الدور بياخد الدورة بتاعته بس بنعمل التحاليل نعمل طبعا نشوف نسبة الصفر بنشوف وظائف الكبد ونبدأ بندي نظام للأكل ونظام للراحة وبعض المنشطات الكبد البسيطة جدا اللي بنديها ولكن مهم قوي الراحة ونظام الأكل والفيروس بياخد دورته خلال من ثلاث لستة أسابيع وبيرجع الطفل ان شاء الله بطبيعته وما يسيبش اي اثر في الكبد كده ان شاء الله وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده ان شاء الله نعاود معاكم ان شاء الله ونكمل كل التهابات الجهاز كل المشاكل اللي بتحصل في الشتاء وبتحصل مع الجهاز التنفسي سواء علوي او سفلي وان شاء الله نكمل موضوعنا الى ان نلتقي استودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته